بسم الله الرحمن الرحيم، لحضراتكم التحية. أهلا بكم وهذا اللقاء الجديد مع أحسن القصص في بوابة أخبار اليوم. ولما بلغ أشده واستوى سيدنا يوسف، يعني آتيناه حكما وعلما. عايز أبقى مركز قوي من الوقت قليل والمعاني كتير. لما دي بمعنى حين، يعني ايه؟ يعني حين بلغ يوسف سن الشباب ربنا كساه علم وحكمة. واحنا لما بنشوف الاطفال بيبلغوا سن الشباب، يعني الطيش وقلة الادب والشرب والمخدرات والنسوان والبنات والشات والسنين السود. بس شفت بقى الفرق ده؟ هيجي واحد يقول لي من اول الصدر ده مؤاخذة، دول انبياء دكتور انبياء. اقرا الايه، ابوس ايدك وايد امك والجيران. ربنا قال ايه؟ ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اوعى تقول انبياء، ده ربنا يكرهك لانك ما بتفكرش في كلامه. وكذلك نجزي المحسنين. يبقى كل محسن لما يبلغ اشده الله يديله الحكم والعلم. امال مين اللي هيشيل تبعة العلم ما كانش الشباب هيشيله؟ مين اللي هيبني المطارات والاسواق للشباب؟ مين اللي هيحارب لو دعت الضرورة للحرب للشباب؟ مين اللي هيصلي وهو قائم للشباب؟ مين اللي هيصوم كويس جدا للشباب؟ انا ليه عبارة مشهورة احتسبوها عند الله تعالى، لن يقيم الدين حقا للشباب. دي لاني ما قبل الشباب طفولة، ده عايز مصاصة لا يقيم دين ولا تين، واللي بعد الشباب شيخوخة، يعني يصلي على كرسي ويفطر في رمضان، ولو جت الحرب معذور شوف له خن جوه وينام فيه. طبعا فاضل مين بقى في النقة، في المجموعة، الجروب، في الأمة؟ الشباب. ولذلك اللي بيبوظه بيبوظ الدين وبيبوظ الدنيا، لأن الدين لا هيرفع لواءه الأطفال ولا هيرفع لواءه العجائز. فأنت لما تميل باقتنا وتضرب قوتنا يعوض الله على اللي راح ولا جاشي، من غيره ياما الدنيا ما تحلاش. راح. فأنا أرجو أن تستثمر هذه الآية من قصة يوسف عليه السلام، لأن المحسنين بحق هم اللي هيبقى عندهم نية أن يربي شاب تربية دينية محترمة، مش بدأن وسواك، بده وده. ولد يعرف يفكر ويعرف ان الدين مش قصة الله وسيدنا يوسف ويحكي لنا شوية الله من قصة آدم. القرآن مش حكاوي. ربنا قال في آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال معاذ الله، معناها ايه وامتى قالها؟ في اللقاء القادم مع بوابة اخبار اليوم، وتحياتي مبركاتيه.